بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ويسر أمورنا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واقبضنا إليك غير مفتونين. أحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وحققنا بحقائقه، وأمدنا ببدده، ونورنا بأنواره، وخلقنا بأخلاقه، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظما بعد أبدا، نحن وأحبابنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة فقه السادة الشافعية من حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن ما زلنا في صلاة الجماعة، وقلنا أن نية الإمامة في صلاة الجماعة نية مستحبة، أما نية الاقتداء بالنسبة للمأموم فمطلوبة، لأن الاقتداء عمل زائد، أما الإمامة فما يش عمل زائد. ونية الإمامة أي أو الجماعة بالنسبة للإمام مش بالنسبة للمأموم، هنا بيتكلم بالنسبة للإمام. إن الإمام لو نوى نويت صلاة فرض العشاء جماعة الله أكبر ولم ينوي الإمامة انعقدت جماعة ولا يأخذ ثواب الإمام والصلاة صحيحة. لو قال نويت صلاة فرض العشاء إماما الله أكبر انعقدت جماعة وزاد عليها ثواب الإمام، والنية محلها القلب، أنا بس بترجم لك ما يدور في القلب، ولكن لو تلفظ لبس. المأموم ينوي يقول نويت صلاة فرض العشاء أداء مقتديا أو جماعة أو مأموما الله أكبر، يأخذ ثواب الجماعة. لو قال نويت صلاة فرض العشاء أداء الله أكبر وما نواش الجماعة وواقف في الصف وربط صلاته بصلاة الإمام، ربط صلاته بصلاة الإمام، تبطل صلاته لأنه اقتدى وربط صلاته بغير رابط. كويس؟ وقيل إنها يأخذ ثوابها الصلاة صحيحة ويأخذ ثوابها فرض مش جماعة، لأن قال ليس للإنسان إلا ما نوى. هذا مذهب الشافعية متخصص في هذه المسألة عن غيرهم من المذاهب، يعني المالكية بيقولوا قرينة الحال تكفي، طالما انا وقفت جنب الصف وظبطت نفسي جنب الزميل اللي هنا يمين وشمال، وقفت ومستني الامام، وبعدين ما نويتش الا بعد الامام، كل القرينه دي تخليني اخد ثواب الجماعه تكفي قرينه الحال في مذهب المالكيه. لكن في الشافعيه لا، يبقى دي خصوصيات مذهب الشافعيه، يعني مذهب الشافعيه له خصوصيات تاخد بالك منها، لكن على اي حال هذه خصوصيات تجعل ثوابك اكثر، ليه؟ لان عملك اكثر، بس هذه الخصوصيات. لكن الخلاف بينه وبين المذاهب الاخرى يجعل ان الامه كلها مرحومه والناس كلها صلاتهم حلوه، واخد بالك؟ والامه كده الحمد لله بالصلاه على النبي كده ان شاء الله هتخش الجنه بالصلاه على النبي. لكن ايه، انت لما بتدرس مذهب الشافعيه بيزيد عملك، تقوم ثوابك يعلى، تعرف الفرض ايه والمستحب ايه والابعاد ايه، فلما تيجي بتصلي تصلي بعلم، فبتدي كل حاجة حجمها، فيقوم ربك يديك على قد ما تعبت وتعلمت. إنما واحد تاني واخدها كده شروة، أو ربنا هيكرمه برضه وهيديله شروة، واخد بالك؟ فربنا كرمه واسع. لكن على أي حال أما تعرف المعلومات دي ما تروحش تعقد بيها، خلق الله دي تفيدك أنت. يبقى نية الإمامة أي أو الجماعة، فالجماعة صالحة كما هي صالحة للمأموم، يعني صالحة للإمام كما هي صالحة للمأموم، أما ينوي نوية صلاة الجماعة. كويس؟ والتعيين بالقرائن كما مر. التعيين يعني أي جماعة، أي مأموم، أي إمام،
ده بقى بالقرائن. الشافعية يكتفوا بالقرائن في تعيين الإمام بس، إن الإمام اللي واقف قدامي ده هو ده اللي أنا هقتدي بيه، دي القرينة اللي تكفيه. بل هي مستحبة، يبقى نية الإمامة مستحبة وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لم يكن إماما في الحال، لأنه سيصير إماما وفاقا للجويني وخلافا للعمراني في عدم الصحة حينئذ. هل ينفع أن ننوي الإمامة وأنا بصلي لوحدي؟ هي دي المسألة اللي الإمام الجويني خالف فيها العمراني، وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لم يكن إماما في الحال. عشان تحل الإشكال، أنت ممكن وأنت بتصلي لوحدك تنوي إمام، هتأم مين؟ الجن والملائكة، مش في مسلم جن هتصلي وراك برضه؟ واخد بقى، هيصلي وراك. يبقى لو نويت بهذا، شفت بقى العلم ده يديلك زيادة ثواب. انما اللي ما خدش باله من الحكايه دي ما ينويش الامامه ولا الجماعه الا لو بني ادمين، انما التاني ينوي الجماعه في اي حته، لانه اكيد لما اقام الصلاه كده في مسلم جن جت والملائكه جت لذكر الله فهتحضر صلاته. فيبقى اذا نوى ان يامهم فياخذ ثواب الامام. كويس. وبرضه ممكن ينوي الامامه ويقول لاولاده مثلا انا هبتدي الصلاه وعلى ما تتوضوا حصلوني، وينوي الامامه بقى باعتبار انه سيصير اماما. كويس. او مثلا راح مرة الجامع لقى 3-4 بيتوضوا، فقال لهم انا هبتدي الصلاه يا جماعه تحت وبنوا وراي، وراح نزل لانه مستعجل مش فاضي يستناه، عنده معاد، ركن العربيه صف تاني، اي حاجه بقى، واخد بالك الظروف كتير، يوم ايه يروح ناوي امامة بالرغم ان مفيش حد وراه لانه سيصير اماما. اجاز هذا الامام الجويني. كويس. وخلافا للعمراني في عدم الصحة. الامام العمراني قال لا، انت مطلوب انك انت تنوي الامامة لما تبقى شايف بعينك حد هيصلي معاك وانت مؤاخذ بحواسك، فانت تتعامل بحواسك اللي ربنا اداها لك. ده كلام الإمام العمراني. الجويني قال تمشي. وتستحب النية المذكورة اللي هي نية الإمامة وإن لم يكن خلفه أحد حيث رجى من يقتدي به، تستحب برضه حيث. ده كلام مين الإمام؟ مين؟ البيجوري بقى هنا. البيجوري بيقول إيه؟ وتستحب النية المذكورة اللي هي نية الإمامة وإن لم يكن خلفه أحد حيث رجى من يقتدي به، وإلا فلا تستحب، لكن لا تضر، كذا بخط الميداني. ونقل عن ابن قاسم أنها تضر لتلاعبه إلا إن جوز اقتداء ملك أو جني به فلا تضر. كويس. يبقى لو نوى الإمامة وما روش حد وما يعرفش حكاية الملك والجني دي يبقى بيتلاعب، يبقى كده بيتلاعب ما تنفعش. لكن لما يبقى مجوز ان وراه ملك او جن يبقى خلاص تبقى تصح. شفت بقى الفرق بين العالم وينوي وواحد تاني جاهل وينوي؟ فرق كبير. علشان كده قالوا ان ايه؟ ان الصلاه بعلم ثوابها اعلى كثيرا من الصلاه بغير علم. وعشان كده احنا بنقول لائمه المساجد مفيش داعي انك انت في الصيف تصلي في نص الجامع وتسيب نص الجامع قداماني فاضي. تقول اصل ما بيصليش ورايا الا صف واحد، طب وانا ليه اصلي قدام وازنق نفسي جنب المنبر؟ طب ما هو النبي كان طول السنه صيف وشتاء ما بيصليش الا على محرابه. وبعدين انت تجوز في ذهنك ان ربنا هيملى لك الجامع ملائكه وجن، فليه تضيق؟ لما تجوز ذلك يبقى الجامع ملقان يا سيدي. فاذا جوزت ذلك ربنا عند ظن العبد، ما ربنا عند ظن العبد. انا ما اقول يا رب نويت صلاه الجماعه اماما لعل ملائكه تصلي معي، ربنا يصدقني يبعت لي ملائكه تصلي معي، سهل. حتى يخلي القرين بتاعي يصلي معي، يخلي الرقيب والعتيد يصلوا معي، ما هم معايا على طول، كل واحد ليه رقيب وعتيد شغلتهم قاعدين لك كده. كويس. يعني ربنا عند ظن العبد. فيبقى الواحد ما يبطل حكايه ايه
المحراب الصيفي والمحراب الشتوي في المسجد، يعني طريقة تدل على عدم علم الإمام وعلى عدم فقه المصلين، وكذلك اتساع المسافات بين الصفوف يضيق ويقلل عدد من يهتم بالإمام، وكلما زاد عدد من يهتم بالإمام كلما زادت فضيلة الصلاة. يقول لك اصل احنا ما بنجيش الا الصفين، مين قال لك؟ ما وراك انت ملائكه وجن بتصلي كتير. فالواحد ايه يعني ياخد باله من مثل هذه الاشياء. فان لم ينوي، طب افرض الامام ما نواش لا امامه ولا جماعه، نويت صلاه فرض العشاء اداء الله اكبر والناس ورايا بتصلي بصلاتي وانا ما نويتش، اخد صلاه فرض وهم ياخدوا صلاه جماعه. انا لو قلت امام ولا جماعه ولا حاجه، انا قلت نويت صلاه فرض العشاء اداء الله اكبر وبدأت أصلي والناس اقتدت بيا وفضلت أنا بهذه النية زي ما أنا ما دخلتش نية الإمامة، يبقى أخد ثوابها فرض. كويس؟ فإن لم ينوي أي الجماعة أو الإمامة فصلاته فرادى، أي فلا تحصل له فضيلة الجماعة، وإن حصلت لمن خلفه على المعتمد، وتحصل لمن خلفه على المعتمد لأن اللي خلفه نوى. واضح؟ الأول لا له أن يدخل نية الإمامة، احنا قايلين قبل كده له أن يدخل، بمجرد أنه أدخل نية الإمامة يبقى في الحالة دي يتحسب له ثواب الإمامة من أول ما أدخل، فإذا أدخل بعد الركعة الثانية يبقى من الركعة الثانية وطالع واخد ثواب الإمامة، وفاتت الركعة الأولى فرض وهكذا. يبقى مجرد. ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، ويجوز أن يأتم الحر بالعبد. أشعر تعبيره بالجواز أن الأفضل خلافه، لأن الإمام منصب جليل فالحرية أولى، إلا أن يتميز العبد بقراءة بحفظ القرآن أكثر بثقة أكثر يبقى العبد يوم. كويس؟ لكن لو هما الاثنين حافظين زي بعض وهما الاثنين فقهاء زي بعض، بس ده عبد وده حر، يبقى الحر هو اللي يتقدم للإمامة لأنه منصب جليل. فالحرية أولى إلا أن يتميز العبد بزيادة الفقه، ففيهما حينئذ ثلاثة أوجه، أصحها أنهما سواء إلا في صلاة الجنازة لأن القصد منها الدعاء والشفاعة، والحر بهما أليق. صلاة الجنازة الحر يعني ايه؟ يعني ليس فيه شركاء، ده عبد لله خالص، يبقى شفاعته ارجى من واحد لبليع ايه ولاء لعبد مثله، غزائد ولاء لربه الذي خلقه. فهمت ازاي؟ فيبقى في الشفاعة لما يجي يشفع حر ارجى للقبول من شفاعة العبد، مش كده برضو؟ والمبعض أولى من كامل الرق. المبعض اللي هو إيه؟ زي ما قلت لك لما يبقى عبد يملكه شركاء، فبعض الشركاء حرروه وبعضهم متمسكين بإيه بنصيبهم فيه، يسموه مبعض. يبقى ده في حتة حرية وحتة عبودية، يبقى ده أولى من العبد الخاص. والمبعض أولى من كامل الرق. وقوله والبالغ بالمراهق، كذلك يجوز إيه إمامة البالغ بالمراهق، لكن البالغ أولى. ليه؟ لأن المراهق اللي هو لسه يعني قرب يوصل للاحتلام، لسه ما بصلش التكليف، فلعدم تكليفه بعض المذاهب لا تجيز إمامته ولكن تصحح صلاته، لكن لا تجيز إمامته. ليه؟ لأنه لم يبلغ التكليف، لأنه بالنسبة له الصلاة دي نافلة، لأنه هو لسه ما وجبتش عليه الصلاة. واضح؟ لكن الشافعية يجيز صلاته لأن يجوز إمامة المفترض خلف النافل. فهمتني إزاي؟ فعند الشافعية ما فيهاش بأس، لو صلى خلف المراهق لا بأس، صلاته صحيحة. لكن يقول لك الأولى خلف البالغ خروجا بالخلاف، خروجا من الخلاف. كويس؟ وعشان كده يقول لك ايه؟ لكن البالغ اولى من المراهق. ليه؟ للاجماع على صحة الاقتداء به، للاجماع على صحة الاقتداء به. والمراد بالمراهق هنا الصبي المميز، الصبي المميز
حد التمييز ايه؟ انه يعرف احكام الصلاة، يعرف يقرأ قراءة صحيحة، يعرف ما ينفعه وما يضره، يعني عارف ان ما يحطش ايده في النار لحسن تلسعه، عارف مثلا انه لما يجي ياكل ياكل بايده اليمين، تقول له ايدك اليمين فين يا ولد؟ يقول لك اهي. ايدك الشمال فين يا اهي؟ يبقى ده اسمه مميز، واخد بالك؟ وان كان اصله، والمراد بالمراهق هنا الصبي المميز، وان كان اصله من قارب الاحتلام بقرينه قوله اما الصبي غير المميز. يعني عرفنا لما بيقول يجوز امامه الصبي بالمراهق والبالغ بالمراهق، ان يقصد بالمراهق هنا الصبي المميز، لانه لما قال اما غير المميز فلما استثنى خدي عرفنا انه قصده هنا المميز. فهمت؟ بقرينة قوله أما الصبي غير المميز فلا يصح الاقتداء به. الصبي غير مميز ده ما ينفع، اللي هو ما يعرفش يمينه من شماله، ما يعرفش عدد الصلاة ايه، ما يعرفش الساعة كام دلوقتي، دي فرض اسمه ايه، الحاجات دي، ما يبقى ده غير مميز فلا يصح الاقتداء به. ففائدة ذلك الإشارة إلى أن المراد بالمراهق هنا الصبي المميز، وإلا فغير المميز لا تصح صلاته فلا يتوهم صحة الاقتداء به. غير المميز أصلا لما بيصلي، الطفل غير المميز ده بيصلي تدريب، لكنه صلاته لا تصح، ولكن ربنا بكرمه بيجيز ويقبل منه الحج لو أبوه حججه معاه، دي من رحمة ربنا. بس انت عارف ان العيل الصغير ده بيبقى على كتف ابوه ولا كتف امه، وملبسينه البامبرز وملبسين له ايه، بشكير احرام كده، ومعريين له كتفه، بتشوف المنظر ده في الحج ولابس البامبرز ومدي ظهره لاتجاه المطاف، لانه وانت عارف انك لو طفت انت وانت مدي ظهرك كده طوافك باطل، لكن الواد ده بقى طوافه صحيح، ورغم انه مدي ظهره للمطاف ربنا مصححه، هيحسبها له حجة التطب. وهو قاعد بيحب، قاعد طبعا يتبول وقاعد يتغوط، وانت عارف ان طبعا الطواف لازم يتوضا، لكن ربنا قابلها له رحمة ربنا كده، كأن الأحكام كلها توقفت من أجله. شوف قد إيه شفقة ربنا بقى في الحج، لأن الحج عبادة عزيزة في المنال، وقد لا يدركها إلا وهو صغير كده، يمكن أما يكبر ما يعرفش ينأى به المكان، ويمكن ما يدركش ان يجي الاماكن المباركه دي، يقوم ربنا برضه يديله ثواب حج التطوع وتمشي الامور، بالرغم ان هو من حيث الاحكام ده ولا حاجه. انا بشوف مثلا ناس عواجيز في المطار في فوق ال 90 سنه مثلا، يعني 90 سنه ده بالنسبه لهم شاب كده، يعني قاعدين على كرسي بعجل ونايمين خالص خالص، نايم بيحلم، وبعدين ايه، واولاده قاعدين يزقوه، وربنا حاسب له الطواف صحيح، وحجته حلوه جميله ما فيهاش مشكله. شوف قد ايه رحمه ربنا، نايم بيحلم، بعد ما خلصوا الطواف يصحوه ينقلوه على السرير، ولا قادر ينبح حاجه، ولا دعا دعوه واحده، لكن شوف بقى رحمته واسعه ازاي. لكن على اي حال صلاه الصبي غير المميز صلاته باطله، بالرغم ان حجه مقبول منه تطوع، خد بالك، يبقى هنا في تفريق الاحكام، يبقى الاحكام بتتفرق احيانا. والا فغير المميز لا تصح صلاته فلا يتوهم صحه الاقتداء به حتى تنفى. عشان كده قال لك اما غير المميز فلا تصح امامته، ما قالش دي، لان هو معروف دي حاجه يعني ايه واضحه يعني. ولو اجتمع عبد بالغ وحر صبي، نقدم مين؟ قدم العبد البالغ على الصبي، برضو للإجماع على صحة صلاة البالغ، ولعدم الإجماع على إيه؟ على فرضية صلاة الصبي المميز، صح؟ يبقى أنا عندي عبد بالغ وصبي حر مميز، مين اللي يهم مين؟ العبد البالغ، واخد بالك؟ طب المميز والسيدات، المميز والسيدات طبعا هتيجي الوقت النساء. ويقدم الوالي
يقدم الوالي الذي شملت ولايته الصلاة بمحل ولايته على غيره. الوالي كان زمان الوالي اللي هو حاكم البلدة، هو اللي بيأم الناس في المسجد، كان نظامه كده، توارثوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هو اللي يحكم الناس، هو القاضي، هو القائد الحربي، وهو النبي الرسول، وهو إمام الصلوات، هو إمام الجمعة، هو كل حاجة صلى الله عليه وسلم. بعد كده لما جاء سيدنا أبو بكر كان نفس الحكاية، يأم الناس الإيه في الصلوات، يعمل زي النبي. لما كثرت واتسعت الركعة، الإمام ما يقدرش يصلي في ألف جامع، اتسعت الركعة خلاص، بيقوم الإمام بيولي نواب عام اللي هما الوقت إيه وزارة الأوقاف في مصر، ما وزارة الأوقاف حسني مبارك قال يا وزارة الأوقاف أنتم مسؤولين عن إمامة الناس الصلوات، ويقعد هو بعد كده إيه قابل الوفود ويشتغل هو الشغل بتاعه، ملوش دعوة بقى، الجوامع شغالة ودول نواب عنه. فهمت إزاي؟ أصبح الإمام اللي هو اللي يسموه إحنا إمام راتب أولى بالإمامة. ليه؟ لأنه هو نائب عن الوالي، واخد بقى، هو اللي أولى بالإمامة. ما يجيش بقى واحد يقول له أنا أحفظ منك، لا، هو أولى لأنه ده جاي إيه نيابة عن الوالي، واضح؟ يبقى اسمه الإمام الراتب. ويقدم الوالي الذي شملت ولايته الصلاة بمحل ولايته على غيره. يلي الوالي الحاكم، يعني لو وجد مثلا حسني مبارك والدكتور حمدي زقزوق، على فكرة هي زقزوق لأن ما فيش حاجة اسمها فعلول في اللغة، اللغة فعلول، فيش حاجة على وزن فعلول، ناس يقول لك زقزوق، لا هي زقزوق لغة كده. فلو جاء الدكتور حمدي، اسمه حمدي؟ حمدي زقزوق موجود، اللي هو ده يعتبر بقى ايه امام ائمة المساجد ده، لان ده وزير الاوقاف. وحسن مبارك، يقدم حسن مبارك، بالرغم ان يمكن حسن مبارك مش حافظ القرآن كله، لكن حمدي زقزوق حافظ القرآن كله. فهمتني ازاي؟ يمكن حافظ، انا ما اعرفش، انا بقول ربما، واخد بالك ازاي، وفقه وفقيه اكثر منه، لان حسني مبارك مثلا ده راجل حربي طيران، تعليمه كان تاني ازهري منذ ابتدائي، فاكيد معلوماته في الدين اكثر. وبالرغم من كده يقدم الوالي الا اذا اذن بقى، دي مسألة تانية، هو طبعا بيقدمه مفيش مشكلة احنا عندنا. اذا تاني حاجة، تاني بقى ترتيب الوالي فالامام الايه الراتب، يبقى الوالي فالامام الراتب، دي نمرة اتنين على طول. هو احيانا بيكون الامام الراتب مش حاضر وبيصلي، يصلي باللي حافظه، الشاب اللي هو اللي يصلي باللي حافظه، يكفي انه يحسن قراءة الفاتحة، طالما يحسن قراءة الفاتحة يبقى صلي وراه، الا اذا هو تنازل بقى وعارف ان في اهل الحي هنا راجل حافظ يقوم يقدمه، دي مسألة ثانية. فيها طلبة صغيرين، يعني طلبة أصغر صغير حافظين القرآن هم اللي إيه؟ خلاص طالما بإذنه، خلاص طالما بإذنه، طالما بإذنه خلاص، ما هو طالما أذن خلاص. ويقدم الوالي الذي شملت ولايته الصلاة بمحل ولايته على غيره فإمام راتب. طيب، ويقدم الساكن بحق ولو بإعارة على غيره. طيب، ما فيش الإمام الراتب، يبقى أهل الحي، واحد من أهل الحي اللي مواظب على الصلاة في الجامع، مش واحد جاي طارق كده أول مرة يدخل الجامع نقدمه، واخد بالك؟ يبقى إيه الساكن الأصلي، لأن الناس عارف الناس وعارف هم بيحبوا الصلاة طويلة إزاي قصيرة إزاي، عارف طبيعة الحي والناس عارفينه ويألفوه. فهمت إزاي بقى؟ ويقدم الساكن بحق ولو بإعارة على غيره. ولو بإعارة يعني الساكن بحق، يعني إيه؟ يعني الساكن المالك، عنده ملك، يعني عنده عمارة ملك، عنده شقة ملك، ده اسمه ساكن بحق. والساكن بإعارة يعني مأجر، ياخد بقى بعقد إيجار على غيره، لا على معير للساكن، بل يقدم المعير عليه. يعني أنا أعارته، في حاجة اسمها إعارة وفي حاجة اسمها إيجارة. الإعارة إن أنا سلفته يسكن هنا في الشقة بتاعتي كده في الحي ده شهرين، لأنه هو قاعد يقضي مصالحه في القاهرة وما عندوش شقة
وهو صديقي، فقال له انا عندي مفتاح شقه في المقطم، خد اقعد الشهرين دول على ما تقضي مصالحك وبعدي على الدين المفتاح. يبقى ده انا اعاره دي، ما قلتلوش هاخد منك ايجار ولا حاجه، واخد بالك؟ يبقى لو وجد المعير والمعار له يقدم المعير. فهمتني ازاي؟ فأبقى. طب خلصنا الترتيب دي، مش موجودين بقى حد من دول، يبقى أقدم الأبقى فأبقى. طيب الكل فقهاء، فقهاء يعني ايه؟ يعني يعرفوا أحكام الصلاة، ادي معنى فأبقى، لأن احنا بنتكلم في الصلاة. فأبقى نمرة اتنين، فأقرأ بعدين. يعني لو واحد مش حافظ القرآن كله لكن عارف أحكام الصلاة يقدم على اللي حافظ القرآن كله ما عرفش أحكام الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولم يكن أقرأ الصحابة. سيدنا أبو بكر لم يكن أقرأ الصحابة، الرسول قال أقرأكم أبي. ولما أراد الناس تصلي إمام يصلي وهو في مرض وفاته، قال إيه؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأنه أفقه الصحابة. فقدم الأفقه على الأقرأ، في حين النبي قال أقرأكم أبي، وعشان كده سيدنا عمر قدم أبي إم الناس في صلاة التراويح في عصره. ليه قدم أبي؟ لأن النبي قال عليه كده أقرأكم أبي، خلاص يبقى هو الأقرأ. يبقى يقدم فأفقه فأقرأ. طب تسوف كله في القراءة وفي الفقه فأزهد، يبقى الأكثر زهدا يعني. والزهد يعني إيه؟ الزهد انك انت تأخذ من الدنيا بقدر ايه؟ بقدر حاجاتك دون الزيادة في الزينة. فهمت ازاي؟ يعني مش مبهرج نفسك او ده، يبقى يسموه يعني بياخد من الدنيا بقدر ايه؟ المطلوب. فأورع، الورع اضيق ايه؟ يبقى الورع اوسع، يبقى الزهد اضيق من الورع. الورع انك انت لا تتعامل الا مع ما تأكدت من حله، ده الورع. انما ما يشك في حاجة كده ولا كده ملوش دعوة، ما يعملهاش. يلاقي العلماء مختلفين في حاجة حلال ولا حرام ملوش دعوة بيك، انا مش موجود. يبقى الورع انك انت لا تتعامل الا مع ما تيقنت حلك. فهمت ازاي؟ ده الورع. طب والزاهد؟ ياخد مما تيقن حله بقدر الضرورة وبقدر الحاجة. يبقى الزهد أضيق من الورع، والفقه أوسع من الزهد. الفقه يبقى إيه؟ يقول لك مكروه ما يجراش حاجة، ما مكروه ما يجراش، مش حرام يعني، خلاص يعمل ده الفقيه. يقول لك ما هو المكروه يعني لا يأثم فاعله ويسب تاركه، المهم ما فيش اسم اعمله، ده الفقيه. فقيه دايرته واسعة، بيلعب في ملعب واسع. يجي ال 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 الورع، الورع بقى تلاقي ايه؟ يتعامل مع تيقن من حلم، يبقى اديا شوي، اديا خالص الازهد الزاهد، لانه ياخد من دايره المتيقن حله بقدر حاجته. كويس؟ فاقرا فازهد فاورع. طب اتفقوا في كل اللي فات، فمهاجر. طيب ما فيش مهاجر، المهاجر في زماننا ايه؟ اللي هو من لا يفعل المعاصي الان، لان المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، لكن لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي. يبقى في زماننا المهاجر هو الذي هجر ما نهى الله عنه، يعني راجل معروف بالصلاح ما بيعملش المعاصي، واخد بالك؟ يبقى خلاص ده يبقى اسمه مهاجر في زماننا. فمهاجر فاقدم هجرة. طب الاثنين بيهجروا ما ايه؟ ما نهى الله عنه، يعمل ايه؟ يبقى اقدم هجره لاقدمهم، اقدمهم اسلاما. طب والاثنين مسلمين منذ ولدوا، يبقى اكبرهم سنا معناه اقدمهم اسلام، اللي اكبرهم سنا يبقى اقدمهم اسلام، مش كده برضه؟ فاقدم هجره فاسن في الاسلام. طيب تسوف كل اللي فات، فانسب اللي نسبه عربي اصيل غير ما يبقى فرنساوي، لأن العربية لها نوع شرف زائد، لأن النبي عربي، يبقى العرب نسبهم أعلى. طب كله عرب، يبقى القرشي
أعلى من سائر العرب. طب كلهم قرشيين يبقى المطالبي أعلى، نقدم الإمام الشافعي مطالب. طب كلهم مطالبيين يبقى نقدم اللي هم إيه آل بيت النبي، اللي هم ينسب إلى النبي، أولاد سيدنا علي بن أبي طالب وستنا فاطمة، وهكذا بالترتيب ده تمشي، واخد بالك؟ يعني معنى فأنسب. طب الاثنين أشراف حسنيين أو حسينيين جايين يصلوا، حافظين زي بعض، قراء زي بعض، فقهاء زي بعض، سكان في الحي زي بعض، كل حاجة زي بعض، يبقى ايه نقدم مين؟ نشوف الأنظف ثيابا، ده جاي كده عليه القباها جامد، شكله جميل كده وثوبه جميل ومكوي، والتاني جاي بثوب المهنة، جاي من شغل، يبقى يقدم الأنظف ثوبا. كويس؟ فأنظفوا ثوبا وبدنا. طب حلوين ثوبهم نظيف وكله، الأنظف صنع، ده بيشتغل جراح والتاني بيشتغل محامي، المحامي أنظف لأن الجراح بيتعامل مع النجاسات، يبقى المحامي أنظف، المحامي بيتعامل مع الورق والقلم والحاجات دي وأفكار، لكن الجراح طول النهار قاعد حاطط إيده في الصديد والقيح والزبالة، يبقى إيه؟ يبقى إيه الأنظف مهنة كده، خد بالك؟ يبقى اللي مهنته أنظف يتقدم. فأنظف ثوبا وبدنا وصنعة. طب اتسووا في كل الحلاوة، يبقى الأحسن صوتا. لكن شوف الناس دلوقتي يقدموا الأحسن صوتا على طول، شوف جاي فين في الآخر، دلوقتي الآخر يقول لك إيه يقدموا الأحسن صوتا على طول، لا ما ينفعش. ليه؟ لأن الناس سميعة عايز يستمتع، لا إحنا عايزين نعبد ربنا، مش نوافق هوانا، إحنا عايزين نعبد ربنا، فربنا عايز يطلعك من هواك، فهمت إزاي؟ فأحسن صوتا ولمقدم بمكان تقديم من هو أهل للإمامة، ولمقدم بمكان تقديم من هو أهل للإمامة، ولمقدم ولمقدم بمكان تقديم من هو أهل للإمامة. والمقدم بمكان تنفع برضه، والمقدم بمكان يعني إذا كان مقدم بسبب المساكن ده مقدم بالمكان، واخد بالك؟ له أن يقدم من هو أهل للإمامة، كويس؟ بخلاف المقدم بالصفات، لأنه أعلم، لأنه أفقه، لأنه أقرأ، يبقى ده ما يقدمش خلاص يدخل، فهمتني؟ يعني افرض أن الرجل اللي ساكن من أهل الحي اللي هو أو عمدة البلد، مش أكتر من كده بقى، عمدة البلد ده ساكن أصلي، وإحنا بنصلي في الجامع بتاعه، وهو مش حافظ القرآن كله، بس لما بيبقى موجود ده سيادة العمدة، هو اللي يهم الناس، فده اسمه مقدم بمكان، بالمكان، مقدم بإيه؟ بالمكان. له أن يقدم من هو أولى منه بالإمام. طيب المقدم بالصفات ما يقدمش غيره بقى، فهمتني إزاي؟ والمقدم بمكان تقديم من هو بالمكان عندك؟ والمقدم بمكان. أنا عندي ولمقدم بمكان، أحسن تقرأ كده، ولمقدم بمكان تقديم من هو أهل للإمامة بخلاف المقدم بالصفات فليس له التقديم، واضح؟ طيب والأعمى والبصير في الإمامة سواء عندنا عند الشافعي، الأعمى والبصير في الإمامة سواء، يعني لما يستووا في كله أي واحد فيهم يهم سواء، بخلاف طبعا في مذاهب أظن عند الملكية عندهم البصير أولى، لأنه ليه؟ لأنه بيتحرى من النجاسات ببصره، التاني يمكن في نجاسة في ثوبه مش شايفة يعني، فيبقى معفو عنه ليه، لكن ما يهمش الناس إلا لو كان ما فيش حد زيه في الحفظ مثلا، لكن الشافعي عندهم سواء. والأعمى والبصير في الإمامة سواء، ويجوز أن يأتم المتوضئ بالمتيمم الذي لا إعادة عليه. طب أنا متوضي واللي قدامي ده متيمم في مكان، إذا صلى بالتيمم ليس عليه الإعادة. لو نرجع لباب التيمم، إذا تيممت في مكان لفقد الماء يغلب فقد الماء فيه، يبقى تصلي بتيمم وليس ولا إعادة عليه.
لكن لو تيممت في مكان ينظر فقد الماء فيه يبقى بتصلي بالتيمم وعليك الإعادة. فهمت؟ واضح الكلام؟ فهنا بيقول لك ويجوز أن يأتم المتوضئ بالمتيمم الذي لا إعادة عليه بخلاف من تلزمه الإعادة. واحد متيمم علشان عنده مرض جلدي في دراعه، واخد بالك، او مرض جلدي يمنعه، او حرق يمنعه من ايه، من انه يجيب مية، فده بيتيمم وبيصلي، ولما هيخف هيعيد الصلوات دي تاني، يبقى ده عليه الاعادة، يبقى ده ما يصليش امام بالناس الفترة دي، ما يصليش امام بالناس، يصلي مع ناس لكن ما يصليش امام بالناس. ليه؟ لانه بيصلي بتيمم وعليه الاعادة. فهمت؟ ويجوز أن يتم المتوضئ بالمتيمم الذي لا إعادة عليه بخلاف من تلزمه الإعادة كالمتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء. متيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء وحصل أنه فقد، وإما حسي أو فقد حكمي، حكمي يعني لا يستطيع استعماله لمرض، يبقى فقد حكمي، وفقد حسي اتقطعت المية من المقطع ونادرة ما بتتقطع، وأنا مش مجمع مية وعايز اقوم اصلي الفجر والفجر ادى ومحلات حتى اللي بتبيع المية قافله، واخد بالك، والناس احرج ان انا اخبط على الجيران ما عندكش شويه مية في وقت الفجر ده، اقوم انا اعمل ايه طيب، ومش مجمعين مية في البيت وقايم عايز اصلي، يبقى انا هتيمم في مكان يندر ايه، اروح انا متيمم واصلي بس ما اصليش امام، وبعدين انام، واما اقوم بقى والميه تيجي ابقى اتوضى واعيد الصلاتين. طب وليه بصليها دلوقتي بالتيمم من عليا الاعاده؟ قال لك لادراك الوقت اداء والجماعه، ياخد ثواب الوقت اداء وثواب الجماعه، وبعدين بيعيدها ثاني ليه؟ لادراك الصحه، لادراك الصحه، خدت بالك؟ لو على جنوب ما يكونش، لو على جنوب يتيمم، هو التيمم بيحل محل الاثنين، كالمتيمم بمحل يغلو فيه وجود الماء يبقى ده بيصلي وعليه الإعادة. فهم؟ والغاسل لرجليه يقدم على الماسح على خفيه الذي هي ليه بقى؟ لأن الغسل للرجل وضوء كامل عزيمة، إنما المسح على الخف رخصة، يبقى اللي قايم بالعزيمة أعلى، اللي واخد بالرخصة، والقائم بالقاعد، ويقدم القائم بالقاعد. واحد بيصلي من قعود عشان ركب وجعاه او حاجة، وواحد تاني بيصلي من قيام صلاة كاملة، والاثنين متساويين في كل حاجة، ده الكلام ده كله يا جماعة اذا استووا في كل حاجة. فيبقى يقدم ايه؟ الغاسل لرجليه بالمسح على خفيه، والقائم بالقاعد والمضطجع، ولا ايه؟ بالقاعد والمضطجع، والقائم بالقاعد والمضطجع، والعدل بالفاسق. واحد مثلا مشهور بالفسق لكن بيصلي، الفسق زي ايه مثلا؟ معروف انه هو سكير لكن بيصلي، اخذ بالك ازاي؟ او يعني بيشتم المسلمين، سباب المسلم فسوق، يبقى سباب ولعان، يبقى ده فاسق، يبقى البني ادم المحترم كده الحلو اللي اخلاقه حلوه ده يقدم على الفاسق. انما يموت، ايوه، يجوز صلاة الفاسق طبعا والامامة به. ما الناس كانت بتصلي ورا الحجاج ابن يوسف، وكان قتل قتل، يعني قتل قتل بطريقة بشعة، كان مصرف على نفسه، كان سؤال المدخن ده فاعل صغيرة، ان قلنا ان التدخين حرام يبقى فاعل صغيرة، فاعل صغيرة وليس فاعل كبير، ما هو فاعل الصغيرة ليس بفاسق، وإلا يبقى كل الأمة فسق، مش هتلاقي واحد عدل. التدخين ان قلنا انه حرام فهو من الصغائر، كويس، لكن لا شك ان واحد ما بيدخنش وواحد بيدخن نقدم اللي ما بيدخنش، لكن الصلاة خلف المدخن جائزة، فاش حاجة. احنا نعرف اولية تقال وكانوا مدخنين لم يمنعهم التدخين من الولاية، يعني ربنا غفر لهم دي وخلهم اولية برضه، وبيولع السيجاره كده اول بقى كامل فيه ايه؟ بس زمان ما كانش متيقن ضرر السجاير،
كان ذنبها الشيخ الشعراوي مش كان ولي؟ وكان مدخن تدخين شديد، قعد يجي 60 سنة يدخن وتدخين شرد، وكان ولي. ونعرف ناس في اليمن مشايخ أولياء كبار وبيخزن، عارف يعني بيخزن؟ حط القاط، قاط ده زي التدخين وأشد. والأولياء كبار يقعد يصلي على النبي 20,000 مرة في القعدة، ووشه منور، دعوته ما تنزلش الأرض، ومخزن. لله في خلقه شؤون يا سيدي. هتيجي تقول لي ده ما يصليش إمام بالناس، أمال مين اللي هيصلي؟ سبب داعي الخلق للخالق. لكن على أي حال هو من الصغائر لو قلنا أنه حرام، ولكن لا يوجد إجماع بين جميع طوائف المسلمين على حرمته. كويس؟ إلا الآن لا يوجد إجماع، واخد بالك؟ لكن أنا أميل أنها حرام. رأيي أن أنا أميل أنها حرام، ولكن من الصغائر وليست من الكبائر. والعدل بالفاسق وليس لأحد من ولاة الأمور. طبعا الجماعة الوهابية يقول لك العدل بالفاسق يبقى الملتحي بحلق اللحية، يحط لك لأن حلق اللحية عنده فاسق. خد بالك برضه بيعلموا الناس كده، يبقى لما واحد يبقى مربي دقنه يقدموه على حلق اللحية. طب واللي مربي دقنه مساويها زي حالاتي يقدموا على اللي مربي دقنه وما بياخدش منها حاجة، مغولها كده، هو ده الاولى عندهم. واخد بالك؟ لانه عندهم السنه الا تاخذ شيء من لحيتك، تبقى كده شعر ساكت. واخد بالك؟ وهكذا عندهم من فقه خاص كده، تاخد بالك. هو الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه واحد دقنه كده شعثة وسايبها مش، فقال يدخل علي احدكم كانه شيطان؟ ما عجبوش المنظر. يقول لك اصل النبي لم ياخذ من لحيته. طب النبي كان جميل، النبي كان توزيع شعره جميل، حاجه جميله حلو. لكن في ناس لو سبته ما ياخدش حاجه، تلاقي خدوده تطلع فيها شعر ويلزق في حواجبه. انا شفت كده والله، كنت شفت كده راجل افغاني في حج من الحجات، يعني حواجبه لازقين في بعض ولازقين في شعر خده بلحيته حته واحده، وطلع عليك بالليل تخاف حاجه كده، يا دوب حاجه عينين كده وبق والباقي كله شعر. ويقول لك اصل النبي ما طب والنبي بقى كان توزيع لحيته بالمنظر مش معقول يعني. انت الله جميل يحب الجمال، وطول عمرنا نشوف مشايخنا يهذب لحيته ويوضبها يعملها يعني عادي مفيش مشكله. لكن لو صليت في المساجد انصار السنه ولقوك كده ما يقدمكش، يدور على واحد كده لحيته كده ويروح ويقدمه حتى لو مش حافظ قرآن. العبرة باللحية عنده. وليس لأحد من ولاة الأمور ونظار المساجد تقرير فاسق إماما في الصلاة. لما يبقى وزير الأوقاف بقى بيعين أئمة مساجد ما يعينش فساق، وإلا يأثم. كويس؟ فإن ولا أحد، طب افرض الإمام ولا لا تصح الدولية ولا يستحق المعلوم اللي هو المرتب يعني، ولا تصح قدوة رجل بامرأة، هنخش بقى إيه في موضوع النساء، ولا تصح قدوة رجل بامرأة. أنا قريت دكتور في المناهج في حاجة من ضمن بعض اللبس اللي كان لسه نضيف الشكل، واحد بشكل كويس على الثاني. ما برضه الاوجه يعني سموها الاوجه. ولا تصح قدوه رجل بامراه. حمل الشارح كلام المصنف على صوره واحده لان ظاهره قدوه الرجل الواضح بالمراه الواضحه، ولذلك زاد عليه 3 صور. وهي قدوه الرجل بالخنثى المشكل. الخنثى المشكل اللي هو يستوي فيه الذكور والانوثه، سموه خنثى مشكل. يبقى ده الخنثى المشكل لا يصح ان يئم الرجال، ولكن يصح قدوته بالرجل. ويصح للخنثى المشكل ان يئم امراه، ولا يصح ان يصلي هو ماموما بامراه الخنثى المشكل، لانه ده في حته الذكور على انوثه، فهو مقدم في الامامه على النساء، واضح؟ ويؤخر في الرجال لانه في حته انوثه. فهمتني ازاي؟ سهلة كده. ولذلك زاد عليه 3 صور، وهي قدوة الرجل بالخنثى المشكل، وقدوة الخنثى المشكل بالمرأة،
وبالمشكل اللي هو زيه كما أشار إليه بقوله ولا بخنثى مشكل، يعني لا تصح قدوة الرجل بامرأة ولا بخنثى مشكل، أي ولا قدوة رجل بخنثى مشكل إلى آخره. ولو حمل كلام المصنف على أن المعنى ولا تصح قدوة رجل ولو احتمالا بامرأة ولو احتمالا لشمل كل الصور. حتة حلوة دي من الشيخ البيجوري، يقول كان ممكن تشمل كل الصور دي لو قال لنا كلمة واحدة، لا تصح قدوة رجل ولو احتمالا بامرأة ولو احتمالا، يوم يجيب لك كل الصور ويريح نفسه. خدت بالك؟ لا شمل ما ذكره واستغنى عن الزيادة وبالجملة. فصور البطلان أربع، صور البطلان أربع، رجل بامرأة ورجل بخنثى وخنثى بامرأة، رجل بخنثى وخنثى بامرأة وخنثى بخنثى، خنثى بخنثى ما يهتموش ببعض، لأن احنا مش وزنين الذكورة قد ايه في كل واحد والأنوثة قد ايه ملخبطة. فهمت ازاي؟ فالخنثى بالخنثى لا. والضابط الجامع لها أن يكون الإمام دون المأموم يقينا أو احتمالا من حيث الذكورة يعني. وأما صور الصحة فخمس، صور الصحة بقى فخمس، وهي رجل برجل، وهي رجل برجل. برجل خنثى. المأموم الأول بعد الإمام. إتمام الرجل بالرجل يعني خنثى هو المأموم والرجل هو الإمام. رجل برجل، خنثى برجل، امرأة برجل، امرأة بخنثى، امرأة بامرأة. وأما صور الصحة فخمس، رجل برجل، كويس؟ يعني هي قدوة رجل برجل، وقدوة خنثى برجل، وقدوة امرأة برجل، وقدوة امرأة بخنثى، وقدوة امرأة بامرأة، كل دي صور صحيحة. كويس؟ فجملة الصور تسعة. ولو بان إمامه، ولو بان إمامه امرأة أو خنثى وجبت الإعادة، كما لو بان كافرا ولو مخفيا كفره، كما لو بان كافرا ولو مخفيا، ولو مخفيا كفره، أو أميا ولو بان أميا برضو عليه الإعادة، والأم هو الذي لا يحسن قراءة الفتح ده الأم، أو أميا والمأموم قارئ، قارئ يعني يحسن قراءة الفاتحة، أو مقتديا أو تاركا للفاتحة، أو تاركا للفاتحة في الجهرية يعني ترك قراءة الفاتحة الجهرية، يبقى كل دي صور توجب الإعادة. خد بالك، وتوجب الإعادة برضو لما يأتم بمقتدي، لما يأتم بمقتدي، أو تاركا للفاتحة في الجهرية أو لتكبيرة الإحرام أو ساجدا على كمه، كم المتحرك بحركته يعني يروح عفارد كمه كده ويحط دماغه عليها يسجد عليها، ده عندنا سجود باطل لأنه بيتحرك بحركة إيه، بحركة المصلي، كل ده ما ينفعش يأتم بعليه الإعادة. أو ذا نجاسة ظاهرة، أو لقى عليه على ثوب نجاسة ظاهرة أو على بدنه، بخلاف ما لو بان ذا حدث، بخلاف لو بان انه كان محدث يعني ما كانش متوضي بعد ما خلصنا صلاة، يبقى ليس علينا الإعادة وهو اللي يعيد بس. بخلاف ما لو بان ذا حدث، ولو حدثا أكبر، أو تاركا للنية، لأن النية محلها القلب وأنا مش مطلع على قلب، فأنا تبقى صلاتي صحيحة وصلاته باطلة، أو للفاتحة في السرية، افرض هو بيصلي صلاة سرية وانا يعني متصور انه بيقرا الفاتحة، فخلاص صلاة صحيحة. بعد ما خلصنا صلاة قال على فكرة انا ساعات ما بصليش بقرا الفاتحة، انا بقرا ما تيسر من القرآن، يبقى احنا ليس علينا الإعادة لأنها سرية ما عرفناش واحنا جوه الصلاة. أو ده نجاسة خفية يعني في ثوب من الداخل واحنا مش شايفينه، يبقى ليس علينا الإعادة. فلا تجب الإعادة على المقتدي لانتفاء التقصير، لأن المقتدي هنا مش مقصر. والمراد بالظاهرة النجاسة الظاهرة العينية اللي تراها يعني بعينك، وبالخفية الحكمية،
النجاسة الحكمية اللي هي إما لا ترى بالعين كأن يكون بوله زي المية زي بول اللي ملوش لون ولا ريح وجاء على ثوب ونشف ما انت ما تعرفش. وهذا هو المعتمد. وقيل المراد بالظاهرة التي لو تأملها المأموم لرآها والخفية بخلافه. قول ولا بخنثى مشكل أي ولا قدوة رجل بخنثى مشكل، يعني لا يصح قدوة رجل إن رجل يصلي خلف خنثى مشكل أو ولو بان بعد ذلك رجل، حتى لو بان بعد كده وعمل عملية وطلع راجل ما تنفعش لتردد المقتدي في صحة صلاته وقت القدوة، بخلاف ما لو بان قبل القدوة أنه رجل فتصح قدوة الرجل به حينئذ. ولا خنثى مشكل بامرأة، برضو ما ينفعش الخنثى المشكل بامرأة لأن الخنثى المشكل فيه حتة ذكور فما ينفعش ده يهتم بالمرأة، مش كده برضو؟ أي ولو بان بعد ذلك امرأة، بخلاف ما لو بان قبل القدوة امرأة فتصح حينئذ قدوته بالمرأة. ولا بمشكل أي ولا قدوة خنثى مشكل بخنثى مشكل آخر فلا تصح لاحتمال أن يكون الأول رجلا والثاني امرأة أو العكس فيبقى ما تنفعش. ولا قارئ أي ولا تصح قدوة قارئ وهو من يحسن الفاتحة بأمي وهو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. واضح واضح الكلام؟ يعني لو مجموعة ما بيحسنوش قراءة الفاتحة وأبدموا واحد فيهم يصلي بيهم صلاتهم كلها صحيحة لأن هم كلهم بيقروها كده، لكن لو واحد بيقرأ الفاتحة صح وصلى خلفهم صلاته هو بطلة يبقى عليه الإعادة. هو واضح؟ ولا قارئ أي ولا تصح قدوة قارئ فهو بالجر عطفا على رجل، ولو قدر الشارح ذلك لاستغنى عما قدره بعد لكنه حل معنى لكنه حل معنى لا حل معنى لا حل إعراب حل معنى يعني حلها ليبين المعنى ما بيحلهاش للإعراب. يعني قوله وهو من يحسن الفاتحة أي بألا يخل بحرف أو تشديد منه، وهذا تفسير مراد للفقهاء، وإلا فهو في العرف من يقرأ الفاتحة وإلا في العرف فهو في العرف من يقرأ القرآن. يبقى القارئ عند الفقهاء غير القارئ عند قراء القرآن. القارئ عند قراء القرآن وحافظ القرآن، لكن القارئ في كتب الفقه في باب الصلاة هو الذي يحسن قراءة الفاتحة لا يسموه القارئ. تبالك تنوي المفارقة في الحال يعني بمجرد علمك لان انت قبل ذلك ما كنتش مقصر. وهو من يحسن الفاتحة اي بألا يخل بحرف او تشديدا، يعني مثلا بيقول ولا الضالين او ده امي لان ما قالش ايه شدة اللام، يقول ولا الضالين، يقول إياك نعبد وإياك نستعين ما في الشدات أو ده أمي. فهمت إزاي؟ يبقى لازم يقول إياك نعبد وإياك نستعين لأن الإياك هو الضوء، الإياك هو الضوء بغير شد فيغير المعنى. أو يقول مثلا إيه صراط الذين أنعمت عليهم يبقى تاء الخطاء المتكلم، ما إنك أنت بتكلم ربنا واللي أنعم أنعمت يا الله، هو يقول أنعمت يبقى هو اللي أنعم. فهمت إزاي؟ يبقى ده أمي لا يحسن قراءة الفاتحة وهكذا. بالقلب بالقلب استمر في مكانك واستمر في صلاتك واركع واسجد وكمل صلاتك واخلص وامشي وسيبهم بقى. لا مش شرط تبقى ورا بقى، فرقه في كل حتى في الحركات اقرا انت فاتحتك واقرا واركع وقت ما تحب واسجد انفصل عنه ما تربطهاش بك. اي لا يصح اقتداؤه لا ضروره لهذا التقدير، لكن عرفت انه حل معنى لحل اعراب بامي نسبة إلى الأم فكأنه باق على الحال التي كان عليها حين ولادة الأم لا وكان في تلك الحالة لا يعلم شيئا. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا.
وأصله لغة من لا يقرأ ولا يكتب، ثم اشتهر فيما ذكره الشارح بقوله وهو يبقى الأم عند الفقهاء، وهو الذي يخل بقراءة الفتح ده الأم، حتى ولو معاه شهادة الدكتوراه، حتى لو استاذ في الجامعة اسمه أمي عند الفقهاء، خدت بالك؟ وهو من يخل بحرف إلى آخره، فصار حقيقة عرفية في ذلك، ولا فرق في عدم صحة ابتداء القارئ به بين أن يكون يمكنه التعلم، ولا فرق في عدم صحة ابتداء القارئ به بالأم يعني بين أن يكون هذا الأم يمكنه التعلم أو لا، فاقتداؤه باطل مطلقا. يعني حتى ولو كان الأم ده معذور وقراءته دي بسبب انه ما لقاش حد يعلمه، برضه لا يصح الاقتداء به حتى لو كان معذور. فهمت؟ يعني فاقتداؤه به باطل مطلقا، واما صلاته هو فيفصل فيها، فان امكن فيفصل فيها او في فيفصل فيها فان امكنه التعلم. صلاته هو يعني لو صلاة الام نفسه فيها تفصيل، طب صلاة الأم نفسه الذي يحسن قراءة الفاتحة دي صح ولا غلط لنفسه؟ أما صلاته هو أي صلاة الأم لنفسه، أما صلاته هو يعني صلاة الأم لنفسه فيفصل فيها، نبتدي نفصل بقى. فإن أمكنه التعلم ولم يتعلم نقول له صلاتك بطل لأنك مقصر، كويس؟ لم ولم يتعلم لم تصح، وإلا صحت، وإلا يعني لم يمكنه التعلم ولا يجد من يعلمه، نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام ولا يجد حد يعلمه، تبقى صحت. وإلا صحت كاقتداء مثله به فيما يخل به وفي محله، وإن اختلف في الحرف المأتي به، برضو زي صلاة الإيه المؤتم به أمي مع أمي يعني. وهو من يخل بحرف أو تشديد من الفاتحة، أي في اصطلاح الفقهاء، وإلا فهو في الأصل من لا يقرأ ولا يكتب كما مر. يخل بحرف، حاضر خلص بس السطر ده عشان إيه نكمله. يخل بحرف أي إما بإسقاطه كإسقاط الواو في إياك نعبد وإياك نستعين، يقول إياك نعبد إياك نستعين، فين الواو؟ في واو بينهم، فيبقى اسقط حرفين. واما بابداله كابدال الحاء بالهاء، كابدال الحاء بالهاء، واما ابداله كابدال الحاء بالهاء وذال الذين المعجمه بالدال المهمله او الزاي، وابدال ضاد الضالين بالضاء المشالة ونحو ذلك. ومنه أردت، أردت يعني ألدغ، وهو من يدغم في غير محل الإدغام مع إبدال، كان يقول المتقيم بدل المستقيم، ده أردت ما في السين، واخد بالك، بإبدال السين تاء وإدغامها في التاء، وألثغ يعني في لثغة، وهو من يبدل بلا إدغام. نعم لو كانت لدغته يسيرة بأن يخرج الحرف غير صاف لم تؤثر. وحكى الروياني عن مقرئ ابن سريج قال انتهى ابن سريج إلى هذه المسألة فقال لا تصح إمامة الألثغ، وكان به لثغة يسيرة وكان لي لثغة مثلها فاستحييت. ابن سريج نفسه كان علامة كبير ومن أصحاب الوجوه في الشافعية، وقيل هو مجدد المائة سنة اللي كان فيها ابن سريج، وكان عنده لثغ خفيف وكان يقول لا تصح إمامة الألثغ، واخد بالك، هو نفسه يقول كده، فيقول لك التلميذ بتاعه كسف يراجعه يعني. فقال لا تصح إمامة الألثغ وكان به لثغة يسيرة وكان لي لثغة مثلها فاستحييت أن أقول هل تصح إمامتك، فقلت له هل تصح إمامتي، فقال نعم وإمامتي أيضا لأنه لثغته خفيفة. أو تشديدة، نقف عليها بقى، أو تشديدة من الفتاحة نجي إيه نتكلم عليها، دي كلها صفات للأم يعني، إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله. أيوة عايز تسأل تقول أغلبنا احنا مصريين بنكتب الضغط بالنسبة
معلش معلش، دي يعني ما تغيرش المعنى، ما تغيرش المعنى، لكن طبعا بتبقى مكروهة الصلاة خلف. لا يعتبر. لكن لما يقول الذين يطلع لسانه الذين، مش يقول الذين المشكلة دي منتشرة. دي عشان كده الواحد ياخد باله لازم يصحح للناس الفاتحة. الأطفال الصغيرين تطلع كده. احنا شفنا امبارح الفيلم بتاع الشيخ طارق السعيد، الطريقة النورانية دي بيمسك العيال يخرج مخارج حروف جميلة. شوف البنت، والبنت تيجي تمد بيدها كده عشان تفتح تدركها، علشان تفتح. كانت حاجة جميلة يعني، معلمهم شغل كويس. فاحنا عايزين نعلم الجيل الجاي ده، لان الامل فيه. احنا هيكبروا علينا 4 ويدفنونا خلاص. احنا متسممين، احنا تربينا على تسمم، فنسأل الله ان هو يقبلنا ويغفر لنا بسمنا كده. لكن احنا عايزين نطلع جيل مش مسمم بقى، فده المطلوب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. Yeah.